الحقيقة المشاركة في مثل هذه الملتقيات التي تثري المعارف والمهارات لدى العاملين في الميدان التربوي من المعلمين، وتعطيهم فكرة للانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العملية وتعزيز المهارات والممارسات لدى الطلاب. الحقيقة هذه الأشياء تعطي الإنسان شعور بأننا نسير بإذن الله نحو تطوير التعليم بخطى ثابتة، خاصة أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي اقترحها سعادة المدير العام للتعليم، وإن شاء الله نخرج منها بتوصيات تثري الميدان وتنقلنا نقلة تعليمية جيدة إن شاء الله تعالى. أستاذ الرزاق، تعليم جازان يعيش في هذا العام نقلة نوعية. نعم صحيح، أنا ذكرت لك أنه هذا واحد من الملتقيات المتخصصة التي سوف تنطلق تباعا إن شاء الله خلال الفصل الأول والفصل الثاني، وهذه كفيلة إن شاء الله أنها تنقلنا نقلة نوعية سواء على مستوى القيادات التربوية والمشرفين والمعلمين الذين هم معنيين بالدرجة الأولى بها مثل هذه الأساليب والاستراتيجيات التي إن شاء الله تنعكس على طلابنا تحصيلا وبناء شخصية وتزيدهم بالمهارات التي تعدهم للحياة وحتى يكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم ووطنهم.